السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. نادي معكم أخصائي التغذية، وأنا اليوم رح أرد على سؤال كتير يعني نتكرر، اللي هاي الأمراض المناعية إلها علاج؟ فحبيت إني أنا أرد في فيديو بدل ما أرد على كل شخص، وكمان الناس اللي هي حابت إن تستفيد ممكن إنه هي تسمعني للآخر وبعدين تحطوا تعليقاتكم، وإن شاء الله إنه أكون يعني باختصار أحكيها، لأنه فعلا كتير موضوع مهم جدا، حتى إنه الناس اللي عندها الشك والناس اللي بتقول مستحيل تبقى هي عارفة يعني الرد، وبعدين إن شاء الله تقتنع وإن شاء الله تمشي على النظام الصحي. بس قبل ما أبتدي الحلقة لازم أذكركم لايك وسبسكرايب وشيرت with your friend حتى توصل لعدد كبير من الناس. خلينا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. طيب يعني أنا من أول دراساتي كانت عن الميكروبيوم، ميكروبيوم اللي البكتيريا النافعة والبكتيريا الضارة، والبكتيريا اللي إحنا والطفيليات الموجودة هذه تريليونز موجودة في الأمعاء وهي اللي بتتحكم فينا. عملت هاي الحلقة يعني أنا ما كنت متخيلة ما شاء الله من كتر هذه إنه فعلا في أشياء تتحكم بجسمنا، وهذه إحنا يعني سبحان الله نكتسبها من الولادة باختصار شديد، حتى إنه ما أعيد الكلام إنه بدي يشوفها لأنه فيها كتير معلومات مفيدة. أحط لكم من حلقة الميكروبيوم، جسمنا فيه إحنا تريليونز من هذه البكتيريا ومن أنواع كتيرة من الفطريات ومن الطفيليات، ومن هذه كلها بتفيد جسمنا لأنه هي اللي بتحمينا، هي اللي بتبني المناعة. فلما ينولد الطفل عن طريق الولادة الطبيعية بيجي حتى شكل مش فيه عليه غشاء هيك، هذا هو الميكروبيوم الأم، هذا هو اللي بيستفيد منه، هذا الدرع أو الكورس الأول من المناعة بياخده من الأم. لكن الطفل بنولد من السيزيريا بيكون السيزيريا هذه معقمة وكل شيء بيطلع، يعني أنه ما بيكون ماخذ من هذا الميكروبيوم، وهذا يعني بيبقى عنده مناعة. الطفل اللي دائما بنولد بقيصرية للأسف الشديد بيضل عنده مناعة إلا إذا هو إنه الأم اهتمت فيه وهو اهتم بنفسه حتى ما يكون عرضة لأمراض. حتى درجة إنه الدكاترة عم بيقولوا إحنا بدنا نحاول إنه هذا الميكروبيوم إذا إحنا أخذناه من الأم وحطينا عليه للولد اللي هو مولود أو البنت المولود بالقيصرية، هل ينفع ولا ما ينفع على قد ضرورة هذا المناعة. الكورس الثاني اللي بياخده الطفل اللي هو البيبي هذا اللي هي رضاعة، الرضاعة سنتين، يعني يا أمهات اللي هي ما بتقدر هذا إشي نفهمه، بس اللي بتقدر وحاسة إنه مؤلم ولا إنه مزعج ولا إشي أنا معاكي، أنا فاهمة. يعني أنا عندي 3 أولاد، بنتين وولد، وأول من أول واحدة يعني من 36 سنة طبعا من القرآن تعلمنا إنه لازم الرضاعة، والدكتور قال لي هذا الدكتور يعني بدعي له لهلأ عايش ولا ميت، إنه أنت قال لي لازم ترضعي، هذه هي المناعة اللي بنتك حتاخدها وبس. أنا أخذت فكرت فيها استثمار، أنا أعطيها كل الفيتامينات والمعادن كل شيء باكله بأنه هم بياخدوا. على فكرة الأكل اللي بتاكله الأم إذا كان بنفخها حينفخ البيبي، بتاكل حلويات حياخد حلويات، بتاخد حار حيوصل لها، كل شيء بتاكله بياخده البيبي، المهم أنه هذا بوصل للبيبي فهي بتاخده بتعطيه المناعة من عندها. طيب هذا الكورس الثاني. الكورس الثالث اللي بده ياخده الطفل لما يبتدي ياكل، هلا يعني الأمهات بتقول أنا مثلا أنه بعطيه سناكس ابني ما بياكل مثلا، طب يعني أنا عندي كان تجربة مع بنتي على 2 سنين الأولى ما تأكل، فكان يقول لي دكتور مش مهم، بس لما ابتدت تأكل قال له طب شو أعمل معها لأنه ما عم تأكل، قال لي بطل السناكس، السناكس هاي بتسد نفس الطفل، الطفل إذا أكل سناكس وخاصة إذا حلويات ببطل، خاص بيتعرف على الأكل الضار، بتعرف على البكتيريا الضارة، خلينا نقول بتعرف على الأكلات اللي هي بتعمل الدوبامين، الأكلات اللي هي بتخلي يعني مفتوحة شهيته وإنه هو بتخليه مبسوط، بيصير إنه يبني بكتيريا ضارة، لأنه الأكل الغير صحي هو البكتيريا الضارة والأكل الصحي هي اللي فيه البكتيريا النافعة. فشوفوا أنتوا التوازن من بداية الطفل، لما الأم تعطيه السيريال وتعطيه الأكلات اللي هي البسكوت وهذا، مش يعني ما تتخدعوا من كل يعني أنا عملت كمان دراسة تانية عن إن أقروا الليبلز، والله كلها سموم وألوان، يعني هذه السيريا اللي أنت عم تقوله عشان ينبسط إن شاء الله ما انبسط، يعني خليه يجوع حياكل الزلط، خليه يأكل صحي، عارفيه على الخضار، عارفيه على الأكلات الصحية، عملي له بيض مسلوق، بيض مقلي مع سبانخ، بانكيك ملون، أي شيء الأطفال ممكن بالتلاه أنت تعلميه إيش يأكل. فأنت لما تعلميه من البداية أنت عم تستثمري في صحته، فهو بصير يأكل يتعود وبصير يجي يطلب الأكلات الصحية، ابتعدوا عن العصيرات المسكرة كلها، السكريات كلها السامة،
مدمرة كلها. أنا ما بدي أعيد كل اللي أنا حكيته بالحلقات، شوفوا حلقة المكونات كيف تقروها، وشوفوا حلقات اللي كلها عملاء كلها هذه بتضر. فأنت تأسسي ابنك على هيك، يعني خاصة إذا كان مولود بالقيصرية، يعني أنت عم تخليه عرضة أكتر للمرض، وبتشوفوا الأطفال مناخيرهم مشرشرة وحالتهم حالة، والحليب اللي هو بياخدوه بيبقى عمله حساسية وبجفاف في إيديهم ومناخيرهم تبقى مسكة، كله من إيش؟ من الأكل الغير صحي. فإذا أنتوا يا جماعة مش خلص حاسين إنه إحنا توليت هلأ ندير بالنا حالنا، ديروا بالكم على أولادكم، أسسوهم يكونوا أقوياء. فإحنا لازم نهتني ونهتم ونركز على هذا الشيء، لأنك أنت عم تستثمري في صحة ابنك يكبر أو بنتك حتى يكونوا بصحة. فهنا هذا الكورس الثالث، إنه هنا بيصير في الاختيار، لازم نختار. بالإضافة إلى إنه في كمان إحنا لازم ننوع من هذه البكتيريا النافعة، لأنه هي السند، هي اللي بتطلع لنا الدعامة أو الجهاز المناعي بيقوى. فإحنا نركز على هاي الأشياء، كمان مثلا الأعشاب، الأكلات ذكرت أنا كتير، الأكلات الصحية، الأكل البروتينات نركز عليها، البذور، الخضار ألوانها عشان فيها البيتا كاروتين، عشان كل الأكل هذا فيه المعادن وهي الأساسية، والألياف كلها هاي أساسية، هي اللي بتأسسنا، بتأسس عظامنا، بتأسس الخلايا، بتأسس الدماغ كلها. نبتعد عن الأكلات اللحوم الباردة، يعني أنتوا تعودوا أولادكم على المرتديلا والهضاق والهاي، كلها سموم ومعادن ثقيلة، وكليتها هذه هي اللي حتوديهم وتصير عندهم، يعني سهل انه يصير عنده امراض مناعيه ومن بدري. والاطفال اللي بصير معاها الكبد الدهني، عملت حلقه عن متلازمه الايض، حرام. فانتوا يعني هاي، والمعلبات كله ما خلقه الله سبحانه وتعالى، وابتعدوا ما صنعه البشر. يعني حتى عشان ما حدش يقول لي هلا انه ايش ناكل، ناكل في الله خلق اكلات كتير، كل انواع الحيوانات في، كل كمان عندنا احنا يعني اكل لا يحصى ولا يعد، الخضار من اشكالها والوانها، عندنا المكسرات، عندنا كل هذه، كل مضادات الأكسدة، كل الأعشاب ممكن إنه إحنا نأكل حتى نحمي نفسنا وبالمشاريب، ونبتعد عن البيبسي، وبتبتعد عن إنه هم هدول بيدمروا الأمعاء. لما تتدمر الأمعاء شو بيصير؟ هو الجهاز الهضمي يتدمر. إيش بده يصير؟ بده يصير كل ما إنه أنتوا بتشتكوا منه من أمراض مناعية، ومن أمراض في تصلب الشرايين، ومن أمراض حتى في قلة الذاكرة، كلها هاي بتكون من لأنه كترتوا البكتيريا الضارة. وكل ما كترت البكتيريا الضارة، كل ما هي اللي خلت رغبتك يعني بدها إنه تأكل الأكلات الغير صحية. كل ما كترتوا ونوعتوا من البكتيريا النافعة، كل ما هي اللي اشتهت الأكلات الصحية. يعني أنا ابتديت يعني من فترة، ويشهد الله، يعني أنا حسيتها، يعني أنا مثلا بيجي بيضحكوا علي لما بيقعدوا أكلين بيأكلوا، أنا فعلا بتيجي بشتهي أكلات اللي هي السلطة، مثلا الكينوا، الأشياء، لأن خاصة تعودت. بس الناس اللي هي متعودة على الجانك فود دائما مثلا بتيجي عبالها البيتزا، بتيجي عبالها اللي هي الأكلات اللي هي اللحوم الباردة، أو مثلا إنه الهامبرجر والأشياء هذه كليتها، وحتى المشاريب الحمد لله بفضل الله. يعني أنا لا، ما في البيبسي والأشياء هاي، وأنا الحمد لله بفضل الله بعمري 58 سنة، يعني الحمد لله يعني بصحتي، وبعمل رياضة، ورياضتي إذا أنت بتروحوا على البلاي ليست حتلاقوا في عن الرياضة كلها بالأثقال، ورياضة عنيفة، وبعملها الصبح، لا ماكلة قبل ولا بعد. الحمد لله عندي أنا في خزين في الكبد بيعطيني الصبح كل هذا، لا حد مرجع من الشغل على 4:30 5 لأكل. فأنا بكون خلال يعني هذه 24 ساعة يا وجبة، وإذا من النادر وأوقات بتصير إنه عشان أكون أمينة وصادقة معاكم، وإذا أكلت إنه الوجبة الثانية هي حتكون عبارة عن يا إما الجبنة تكون القريش، هذه الكوتيج تشيز، بحط لها أنا شوية قرفة ومعها شوية بذور يقطين أو بذور عبد الشمس، أو إنه مثلا لبن زبادي الماعز بحط لها شوية مكسرات وبرضو قرفة، وخلصت هيك. يعني لتاني يوم هيك الواحد قلة الأكل بتعالج، مش بالعكس، اللي الناس بتاكل أكتر هي اللي بتمرض أسرع وبتمرض أكتر، لأنه لازم احنا نعيش، نعطي فتره للاكل يتهضم، نعطي كل الفيتامينات تمتص من جسمنا والمعادن، نعطي فتره نتحرك، نعمل رياضه، ننام بدري، كله مربوط في بعضه. النوم، نبتعد عن الستريس، نتوكل على رب العالمين، يعني احنا تزيد من التسبيح، من الذكر، نمسك نفسنا، نبطل نزعل من هذا ومن هذا ومن الاشياء التافهه، كلها مربوطة. إذا ما عملته هيك صعب، المناعة هذه كيف بدها تيجي؟ هي كلها مربوطة، ما في شيء منفصل. فلما أنتوا تعملوها مع الصيام المتقطع هذا،
اللي هو قلت لكم في معاهد في أوروبا بيعالجوا فيه سرطانات الصيام المتقطع، لأنه في الأوتوفاجي بيطلع وبيأكل عن طريق الأبيبتوسس الخلايا الميتة وبيأكل نفسه بنفسه وبيخلي الخلايا السليمة. هذا إحنا لازم نمشي عليه، هذا الطبيعي. عشان هيك زادت الأمراض، ومن الأطفال اللي عم تأكل وبتأكلوها هاي الأكلات حتكبر، حيصير عندها الحساسية، حيصير عندها أمراض، وشوية شوية هذه بتبتدي والتهابات بتزيد في الجسم، ومرة واحدة بيصير شت داون، ومرة واحدة بتطلع الأمراض. لا تستنوا تشوفوا الأمراض في نفسكم أو في أولادكم، حتى إنه أنتوا تحموا نفسكم. فيكم تحموا نفسكم بالأكل وبالرياضة وبالنوم وبالصيام المتقطع، وتحموا نفسكم إنه أنتوا بإنه تقللوا الهم والستريس اللي على جسمكم، وتوكلوها على رب العالمين. هنا يعني فعلا رح تحسوا بفرق بالنشاط وبالمخ وكيف وبالذاكرة، يعني كل الجسم بتغير من حركة، بطل في التيبس كله. هذا هيك، هذا هو جوابي. الأمراض المناعية يس إنه إلها، بس تمشوا صح، تأكل أكلات صحية اللي أنا حكيت عنها في كل الفيديوهات. أنا ما راح أطول، بس حتى تعرفوا هل في، نعم في علاج، وفي كمان وبالأعشاب سنين يعني عصور كانت عايشة، ما كانوا يأخذوا أدوية، كانوا يأخذوا أعشاب وكانوا عايشين مبسوطين، وكانوا بتعدين عن أصلا التلوث. زاد كل سنة عم بيزيد التلوث، كل ما زادت عندنا تكنولوجي كل ما زاد التلوث، وهذا اللي بيأثر علينا بزيادة، وبتصير الشوارد الحرة زيادة، وهي هاي كمان بتضرنا. هذا هو جوابي، واللي عنده أي سؤال يترك لي إياه، وإن شاء الله أراكم فيديو تاني. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.